السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في يوميه ام شمس. كنتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. فيديو جديد، وصفه جديده عباره عن الحلوه يا اختي، الحلوه ديال الرشبون ديال زمان، ديال والدينا، ديال الناس زمان. وحنا رجعنا ليها اختي، راه كتجي زوينه بزاف وكتعجب الكبار والصغار، محبوبات الجماهير. عندنا هنايا 250 غرام ديال الزبده، 250 غرام، 250 غرام ديال السكر الثقيل، ديال السكر كلاصي. وضروري خاص تكون الزبده درجه حراره المطبخ، يعني ضروري تكون تخرجوها من الثلاجه، ما تكونش ديروها بارده بزاف. وكنديروا الزبده ديالنا، كنبداو ندلكوا فيها بهذه الطريقه هذه باش تجينا بحال الشكل ديال الكريمه. وكنضيفوا لها كاس ديال الزيت، عفوا كاس ديال الزيت، وكنبقاو نخلطوا بهذه الطريقه هذه باش تخلط لينا ديك الزبده مع الزيت. وكنبقاو مستمرين. ورش بوند راه كتكون محبوبات الجماهير، كتعجب الكبار والصغار، كتجي زوينه البنات صراحه. وحنا رجعنا ليها ديال الناس زمان، ديال والدينا. وكنبقاو نخلطوا بهذه الطريقه هذه، وكنسموها بساشيه ديال الفاني. الا ما توفرش عندك فاني، ديري لاختي الحامض، القشور ديال الحامض ولا القشور ديال البرتقال، ديال الليمون، كنحكوا فيها الحامضه. يعني اللي توفر عندكم من السماء، على حسب اللي توفر عندك في الدار، يا الليمون يا الفاني، يا اللي توفر عندك في الدار ديريه ليها. وكنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه، كنبداو ندلكوا فيها باش كتجينا شكل كريمي. الزبده ضروري خاصها تكون دايبه، خاصنا نذوبوها مزيان، نبقاو نخدموا فيها. كنخدموها بهذه الطريقه هذه، يعني في القصريه ديالنا، حتى كتولي لنا بحال شكل كريمه. ها انت كما كتشوفوا عندنا هنا ثلاثه البيضات، غنضيفوا عليها من بعد ما ولات لينا الزبده بحال شكل كريمه. كما كتشوفوا ها هي الشكل ديالها كي كتجي. وكنبقاو نخلطوا الخليط ديالنا مزيان، كنخلطوه بهذه الطريقه هذه، كنخدموا الخدمه ديالنا بهذه الطريقه، كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه. وغاديين كنحركوها، وبعدا مبروك عواشركم، تعيدوا وتعاودوا، الله يدخل عليكم العيد الصحه والسلامه وكل ما تمنوا ان شاء الله. وكنشكر الناس اللي داخل الوطن وخارج الوطن، وكنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه. راه كما قلت لكم راني ضروري خاص تجيكم بحال شكل كريمه هذه الزبده هذه. ها هي كي كتجي، راه كتجي رائعه، كتجي يا سلام البنات، كتجي روعه روعه الصراحه. وكنبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى كتجينا بشكل كريمي. وعندنا هنا الدقيق، كما قلت لكم الدقيق ضروري يكون، ضيفوا الدقيق شويه بشويه. عندنا هنا كيلو ديال الدقيق، انا ديت كيلو، دات ليا كيلو كامل، وجوج ساشيات ديال الخماره ديال الحلوه. والدقيق راه خاص ضروري يكون مغربل، يعني غربلناه. والدقيق راه كنضيفوا شويه بشويه، راه كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. وكنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه، يعني ما تضيفوش دفعه واحده، يعني كتدفعوا شويه بشويه. وانتم كتخدموا عينكم ميزانكم، ما تجيش قاسحه بزاف وما تجيش مرخوفه بزاف، يعني خاصها تجي شويه شويه دايره راسها شويه. وكنبقى مستمر كندلكوا العجينه ديالنا، كنجمعوا العجينه ديالنا بهذه الطريقه هذه. من بعد ما كنجمعوا العجينه ديالنا، كنكوروا الغريبه ديالنا بهذا الشكل هذا، يعني خاصها تكون صغيره ما تكونش كبيره، حيت غادي نلصقوها. كنبقاو مستمرين حتى كتشوفوها، ضروري خاصكم تكبروها، تجيكم حتى كتشوفوا ما كتلصقش لكم في يديكم. عاد كتبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه، يعني كديرهم متساويين، ما تجيش شي كبير وشي صغير، كديروهم صغار. عندكم الميزان تعبروهم، ما عندكمش الميزان عينكم ميزانكم، يعني كتشوفوهم وغاديين بشويه بشويه. من بعد ما كنكملوهم، هي درناهم في الطوا ديال الفران، من بعد ما دهناها وشعلنا الفران، الفران كنخليوه حتى كنبغيو ندخلوها للفران، عاد كنشعلوه، ما تشعلوش بزاف، ما يجيش سخون بزاف بين وبين. من بعد ما دخلنا هذيك الطاوله الكبيره، دخلناها للفران كطيب. وها هي الشكل ديالها كي كتجي، راه كتجي ذهبه شويه، ما تجيش بيضه بزاف وما تجيش ثاني محمره بزاف، يعني غادي نفندوها مازال في الكوك. وكنديروها كنضيفوا لها، هي كي كتجي، كتجي رائعه البنات، وفي المذاق ديالها، وكديرها في الفم اختي وكتذوب صراحه. ومن بعد ما كطيب لينا الحلوه ديالنا، كنجيبوا هنايا الكوفيتي المربى بالمشماش، المذاق ديال المشماش، وكيكون ما يكونش قاسح، يعني يكون ديال الحلوه. وكنضيفوا فيها الحلوه ديالنا، من بعد ما كنديروا فيها الحلوه ديالنا، كنفندوها مزيان حتى كتشرب داك الكوفيتير مزيان مربى.
ومن بعد كنلصقوها، وعاد كنديروا ليها، كنديروها في عفوا كنديروها في الكوك، كنفمدوها في الكوك تاع هيايا. وها هي البنات كي كتجي، راه كتجي رائعه، الشكل النهائي ديالها كتجي روعه يا البنات، لا في المذاق ديالها ولا في الشكل ديالها. الصراحه راه ريش بوند، راه ما كاين، محبوبه الجماهير، ما كاينش اللي ما يبغيهاش. وها هو اختي الشكل النهائي ديالها، ومع واحد البراد ديال اتاي. ايوا يا سلام، راه كتجي رائعه رائعه البنات، لا في المذاق ديالها ولا في المنظر ديالها. وشوفي اختي، راه ما كاينش، ما كاين ما احسن من الحلوه ديال الزمان. الحلوه ديال الزمان راه كتعطي المذاق، كتعطي في المنظر، كتجي ساهله مهله، ما فيهاش ما فيهاش بزاف تماره. وحنا راه مع الناس البسيطه، يعني كنحاول ندخل شي حاجه اللي بسيطه، كلشي يديرها، كلشي يستفد منها. يعني اللي عنده ولا اللي ما عندوش غيدير هذه الحاجه، غيدير الحلوه ويدير كلشي. والحمد لله، كنتمنى لنا الاعجاب ديالكم. وها هي الصينيه ديالنا، ها اتاي، وها الحلوه ديالنا. وكنتمنى لنا الاعجاب ديالكم، والى اللقاء للفيديو المقبل ان شاء الله.